مشاهدينا اهلا بيكم مره اخرى، وطبعا بنرحب بضيفنا اللي منورنا ومشرفنا النهارده في برنامجكم المتميز قضايا واحداث، الاستاذ اشرف محمد دره، المحامي بالنقد والدستوريه العليا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ اشرف، برحب بحضرتك استاذ اشرف دره، المحامي بالنقد والمحاكم الدستوريه العليا. عايزين قبل ما نبدا فقرتنا الثانيه، عايزين نبدا حضرتك نسال حضرتك ايه تعليقك على الفقره الاولى، وعلى ازاي الشاب او الاستاذ محمود يقدر ياخد حقه قانونيا زي ما حضرتك شفت معانا في الفقره الاولى. هو بس عشان ما ناخدش وقت الفقره، يعني هو في قانون صدر بشان المسؤوليه الطبيه، القانون رقم 25 لسنه 2018. القانون ده كان اساسا بيتكلم بيعرف ايه الجريمه، مسؤوليه الطبيب، ايه اللي يقع منه، الحاجات المسؤوليه البسيطه او المسؤوليه المهنيه او المسؤوليه الجسيمه. المسؤوليه البسيطه زي مثلا الحاجات البسيطه، الدكتور داخل من غير تعقيم، داخل من غير جوانتي، بيعمل عمليه بهذا الشكل، دي حاجات مسؤوليه، ولكن مسؤوليه بسيطه تدخل في اعداد المعروف عند الناس عامه. ولما يكون دكتور عمل عمليه وهي مش التشخيص بتاعه، احنا بس بنتكلم بنقول حضرتك. تاني حاجه الخطا في العمليه، اللي يعمل عمليه مش بتاعته يبقى ده دخل في خطا مهني جسيم. يعني واحد طبيب انف واذن مثلا بيعمل عمليه في جراحيه في البطن او عمليه جراحيه في الصدر او كلام من ده، يبقى ده دخل في غير تخصصه. اللي دخل في غير تخصصه يبقى وتسبب من وراءه خطا تحقق في في في, في شان هو قاصد، في قصد جنائي موجود عنده، ان هو هيعمل عمليه وهو يعلم تمام العلم ان هو مش تخصصه، وان هو ما يكونش مبدع فيه، وفي نفس الوقت من الممكن ينتج عنه اخطاء. الحاله اللي فاتت فيما يبدو انه كان عنده ورم حول العمود الفقري، المنطقه فيها مشكله، فيها مجموعه من الاعصاب بتحتاج لاطباء جراحه مخ واعصاب او جراحه عظام متخصصين، بعد دراسه متانيه للحاله وبعد عمل كونسلت ومجموعه من الاطباء تحدد بالموضوع ويكون طبيب متخصص. في حاله ما اذا كان الطبيب ده اللي قام بالعمل طبيب غير متخصص وتسبب في مرض، لكن من الممكن ان المرض ده كان يتسبب في شلل برضه، لان لو استفحل المرض، لو بيضغط على الاعصاب فبيسبب شلل، ولذلك هم الدكتور او غيره من الاطباء بيمضوه على مسؤوليته في العمليه وهو داخل في الحاله دي عشان هو يخلي نفسه من المسؤوليه. لكن طبعا ده ما يشيلش عنه المسؤوليه لان هو غير متخصص وما اتخذش الاجراءات اللي من شان الحيطه والحذر اللي المفروض هو عليه بذل عنايه الشخص الحريص ده في الحاجات العاديه، وعنايه الطبيب المتخصص في الاشياء دي. فاذا ثبت ان من مجموعه من الاطباء لجنه اثبتت ان الطبيب ان ده اخطا، طبعا ابو المريض عمل شكوى، الشكوى للنائب العام هيحولها للنيابه المختص، هيجيب الطبيب هيحقق معاه، هيعمل لجنه طبيه تقوم بفحص الحاله، اذا تبين ان هو اخطا بيقع تحت المسؤوليه الجنائيه اللي تؤدي ربما الى الحبس، والمسؤوليه المدنيه للتعويض، والمسؤوليه التاديبيه اللي من نقابه الاطباء من الممكن ان هي تتسبب في فصله من النقابه او توقع عليه الجزاء الخاص به. طبعا يعني بنشكر حضرتك جدا يا استاذ اشرف انك طمنتنا ان فعلا في ردع وفي عقاب لمن يثبت ونتاكد تماما ان هو شخص غلط، وان هو فعلا قدر ان هو يضر باشخاص ليس لهم اي ذنب غير انهم وثقوا في هذا الدكتور، وفي الاخر تسبب لهم في اذى جسماني ونفسي غير طبيعي. طمنتنا، لان في بعض الاطباء بيراوغوا وبيقدروا ان هم يعني هنقول يضحكوا على الناس او يحتالوا على القانون ويهربوا من هذه القضيه او هذه المشكله. لو ثبت اثبتت لجنه استاذه ان لجنه طبيه متخصصه في المجال ان هو الشخص ده اخطا، فبيوقع عليه الجزاء زيه زي اي حد، لانه لم يتخذ العنايه اللازمه. تمام. مش اجراءات، مش الشخص الحريص. تمام. لا، ده الطبيب الحاذق المتخصص اللي المفروض بيتخذ كافه الاجراءات وياخد كافه الاحتياطات اللي من شانه ما تاديش بالعمليه الى ما وصلت اليه الحاله زي حاله محمود. تمام يا استاذ اشرف. دلوقتي انا واستاذ مصطفى عبد الله هننتقل لموضوع وقضيه مهمه جدا بتشغل كل مصر وعماله تزيد كل يوم على السوشيال ميديا بطريقه غير طبيعيه. حضرتك طبعا عارف الترند اللي هو السيده اللي كانت معاها طفل رضيع وتم اختطافه في منتهى العلن وفي منتهى الجراءه وفي منتهى هقول عدم الانسانيه، وده حصل وكان متصور ونزل على كل السوشيال ميديا. تاني قضيه فتاه المعادي
الشباب اعتدوا عليها وكانوا عايزين يخطفوها، ولما فشلوا دهسوها بالعربيه واودت بحياتها. فكنا عايزين نعرف من حضرتك القضيه دي كيف بيتم تناولها والتعامل معها، قضيه الخطف. الخطف جريمه يعني بتهز المجتمع الان وبشكل غير عادي. بس طبعا احنا ايه لازم نتعاطى الامر بشكل بسيط عشان ما نبثش الرعب في قلوب الناس. مظبوط. نفهمهم ايه القصه والقانون عمل ايه والوضع ايه، حتى نفسه ان القانون يعني بيوجه للمجرمين قبل الناس العاديين، يعني بيتقال له خلي بالك لو عملت كذا يحصل كذا، خلي بالك لو عملت كذا يحصل كذا، وبالتالي بيحصل مشاكل. الخطف يعني عباره عن ايه؟ عباره ان انا بنتزع طفل او 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 طفله ايا كان، اللي هو الطفل طبعا في القانون لغايه 18 سنه. تمام. قبل كده يبقى طفل، بعد كده بيبقى شاب. مميز يعني ويدخل في اعداد الشباب، بس بس بيخرج من نطاق قانون الطفل، اللي هو اصلا في قانون معدل لهذا الامر. تمام. القانون الطفل. القانون المصري او القوانين العربيه كمان عملت مجموعه من الـ الاجراءات اللي من شانها انها تحافظ على كيان المجتمع وتحافظ على امنه وعلى طمانينته وتقلل من الرعب اللي من الممكن يسببه اشياء كهذه. هو عباره ان الشخص الخطف شخص بينتزع طفل من بيئته اللي هو عايش فيها بعده طرق او لعده معه. اسباب هنقول لحضرتك. هو بياخده ليه وبيعمل بيه ايه اسبابه ايه؟ ممكن يكون سبب ده عايز ياخد فديه، عايز ياخد فلوس من اهله، وممكن يكون سبب ان هو نكايه باهله. يعني حاجه فقريه. وممكن يكون اب خد ابنه من امه لان الام منعته، او من انه يشوف ابنه. تمام. فيما يستخدم الاطفال بعد الخطف بيستخدموا لاشياء كتير جدا، من ضمنها التسول، واحنا بنشوف ظاهره موجوده ممكن نبقى نتكلم عليها في بعدين، اللي هي ظاهره التسول، كثره اطفال الشوارع اللي بيسموهم اطفال الشوارع. طفل الشارع ده اللي هو بيقضي معظم وقته في الشارع او بيبات في الشارع، او الشارع بيعتبر عمله ومأواه في نفس الوقت بنفس الشكل. تمام. ده بينتج بيحصل ايه؟ بيحصل ان بعض من الناس عديم الضمائر وعديم الاحساس اصلا بيبداوا يعني يشوفوا الاماكن المنزويه مش الاماكن الواضحه، احنا هنشوف بقى الاماكن اللي بيبقى فيها الكلام ايه. بيستدرجوا طفل، بيستدرجوه مثلا حلويات، بيستدرجوه عن طريق بابا بيكلمك او عايزك في تليفون، طب اديني رقم باباك عشان انا نسيته، اشياء من هذا القبيل بوسائل الاغراء المختلفه او الوسائل السائريه، واحده بتكيد لسلفتها، واحده بتكيد لمش عارف لمين من افراد الاسره، او واحد بيسأر من كده. حتى ان في من يومين سيده وصل الامر ان هي يعني ممكن موتت اولادها بسبب حاجات زي كده، اللي هي القتهم في النيل دي، اللي كان في وفي كمان في دوله اخرى القت اولادها برضو بنفس طيب الشكل. تمام. زي ما شفنا الفتره اللي فاتت دي ان الظاهره بقت موجوده كتير جدا، ما فيش يوم يعدي لما نسمع حاله واثنين وثلاثه عن خطف طفل، خطف شابه، او خطف فتاه متزوجه او قاصر. بس قبل ما نشوف العقوبه بتاعه جريمه الخطف، انا مش محتاج ان انا ادور على العقوبه دلوقتي للخطف، قبل كده انا محتاج ان انا ايه اللي اقدر اعمله، الاجراءات اللي انا الاحترازيه اللي انا اقدر اعملها من ناحيه المواطن ومن ناحيه الحكومه ومن ناحيه الدوله، ان انا ما اوصلش المرحله. مش معنى ان انا هسيب طفل ينخطف ارجع ادور عليه بقى اقول له هعاقب المجرم بايه، لا انا مش عايز الطفل اوصل لمرحله ان الاجراءات الاحترازيه التي يجب القيام بها من قبل الدوله حفاظا على ابنائنا وحفاظا. تمام. على بناتنا الصغار. الكلام ده مش موجود في مصر بس، موجود في اماكن كتير جدا. عدة مقترحات تمت يعني من المجلس القومي للأمومة والطفولة، من صفحات بتاعت أطفال مشردين، من ناس على السوشيال ميديا، من ناس بتبحث يعني عن حقوق الأطفال والمشردين وغيره. إن مثلا من ضمن الاقتراحات قالوا إن إحنا نعمل بصمة للصغير. بصمة للصغير، بصمة قدم. بصمة قدم. بصمة القدم هذه لا تتغير للصغير أو للكبير. من ضمنها قالوا إن إحنا نعمل زي ميدالية تعلق مع الصغير فيها كل البيانات بتاعته، واللي مش معلق الميدالية ديت أو لو وجد مثلا شخص واحدة شحاتة خاطئة أي حاجة معاها طفل يقول لها ورينا الإيه الكارت بتاعه أو
اللوحه المعدنيه زي اللي بتبقى موجوده اللي هو كارت تعريفي للطفل او في مدون بياناته زي البطاقه الشخصيه كده او ان هو تقدر تثبت ان ده والده او والدته او حد بالطبع قالوا كمان نعمل في شهاده ميلاد ممكن نعمل في شهاده ميلاد صوره للطفل والوالده والوالدته وان لم يكن والده موجود في الوقت ده ممكن تبقى صوره لوالدته على اعتبار ان انا لو لقينا طفل بالشكل دوت بنقدر نجيب الصوره ونجيب صوره ايه والدته اللي هي موجوده معاه في شهاده الميلاد اللي هي الرقم القومي اللي موجود اللي ما بيتغيرش على مدار السنين. هي صوره الطفل مهمه جدا، هي انا في اعتقادي ان هو مثلا صورته اهم، لان صوره الام او الاب هي كده كده الاسم متسجل في البطاقه، فلما يكون اسمه متسجل مع صورته هقدر اقول ان هو ده فعلا الشخص مع بطاقه والده هيبقى اللي اسمه مطابق. استاذ مصطفى هم قصدهم هنا يقولوا ايه؟ انا بحط للطفل الرقم القومي بتاعه زي موجود زي جواز الصور اللي ايوه حضرتك معاه رقم القومي بتاع والدته وبتاع والده وصوره والدته وتغير هذه لمده 5 سنين الطفل الصغير مولود هيبقى شكله غير واضح المعالم تمام. لكن لو اتعملت له بصمه قدم بصمه بتاع القدم بتاعه الكعب دي هذه لا تتغير زي بصمه العين ما بتتغيرش زي بصمه الشفاه ما بتتغيرش زي بصمه الاذن ما بتتغيرش لكن شكل ما بحيث ان لو قبض على شخص او معاه طفل وقال ده ابني طيب خلاص هنطلع له ما تمتش المطابقه للبصمه يبقى يثبت ويتاكد ان هو ده مختطف. تاني حاجه ان الام دي بتقول ده ابني مظبوط ابنك نعم انت فين بطاقتك؟ ادي بطاقتي رقمك القومي مع الرقم القومي بتاع الطفل صورتها مع صوره الرقم مع صوره الطفل بيبقى بنفس الشكل كده الموضوع ايه اصبح سهل جدا وبسيط ان احنا نقدر نتعرف ده على ده واجب الدوله انها بتعمله وده الحاجات دي موجوده في الاحوال المدنيه، الاحوال المدنيه فيها اي طفل يجي كلام من ده مكتوب فيها في شهاده الميلاد ومكتوب بس المفروض تفعيلها بوضع صور للابوين هتبقى سهل جدا داخل شهاده الميلاد الاب او غالبيا اللي هو الاب عامه اي حد معاه طفل كمان حتى نقدر نتعرف عليه ان الكلام ده في الدول بره يعني خارج مصر بيحصل الكلام ده بيبقى يعني الداتا بيز عندهم في كل حته زي الاحوال المدنيه عندنا انا بدخل على اي مكان بحط الرقم القومي بحط البصمه تظهر جميع البيانات تظهر البيانات عن الشخص ولو تكون اللي هي صوره الام تكون افضل لان معظم الاوقات الست هي اللي بتشيل الرقم وهي ماشيه لان الراجل يعني صعب جدا مش هيحصل حاجه لو اتعملت صوره الاب وصوره الام في جانبين وصوره للطفل فوق والرقم القومي بتاعهم الاثنين في الحاله دي هيحدهم من الموضوع يعني في اطفال كتير موجوده وبتلاقي في الصفحات موجوده يقول لك ان الطفل ده لقيناه في المكان الفلاني فلان ضايع مش عارفين هو ابننا ولا لا تمام. لو متاخد بصمته هيتاخد بصمه الطفل هيطلع ان هو الطفل خلاص انتهى غير كده ان انا بعلق الاب والام اللي عندهم طفل مخطوف ولا الكلام ده كله بعد لما بنقول ان في طفل موجود في المكان الفلاني برجع اديهم امل ان هو يكون ابنهم ويكون وارجع اعذبهم تاني يعني اجدد عليهم الموضوع وغير كده احنا بنطالب ان عايزين يا ريت في القانون حاجه ان هم لما يبقى في مختطف او حاجه زي ديت تكون العقوبه عامه قدام الجميع ينزلوها بحيث اللي يشوف اي حد تاني يشوف ده اتعمل فيه كذا يكون عبره لغيره الكلام ده موجود انت بتحكي على قصه تانية بقى على قصه ايه ان تطبيق الحدود او العقوبات علنا ده مش موجود تمام. في مصر ان تطبق علنا ما احنا يا ريت ربما في دول اخرى مطبقه علنا عندنا احنا مش مطبقه لان القانون المصري بيقول هذا الكلام لكن في عقوبات رادعه تم تعديل خطير جدا في سنه 2018 يعني تعديل احسبه في من وجهه نظري يعني رادع وزاجر لمن كل من تسول له نفسه كده بس الناس دي حضرتك يا استاذ اشرف يعني اشرت انت والاستاذ مصطفى عبد الله لنقطه في غايه الاهميه وهي التشفي عايزين العقوبات بقى ودي اهم جزء في الفقره بتاعتنا النهارده في اباء وامهات كتيره جدا بيتفرجوا علينا دلوقتي نفسهم يتشفوا ياخدوا حقهم من اللي حرقوا قلبهم وخطفوا بنتهم او ابنهم ايه بقى العقوبه الرادعه والحاسمه لمن يثبت ونتاكد ان هو خطف الطفل بجد القانون رقم 5 لسنه 2018 المعدل لقانون العقوبات في فقراته 289 و290 عملت موضوع خطير جدا الا وهو ان قسمت الموضوع على عده مراحل الطفل اللي لسه رضيع يعني احنا بنسمع ان ممرضه في المستشفى بدلت طفل مكان طفل ده ليه عقوبه الطفل اللي هو كبر بقى 7-8 سنين او يعني بقى مميز يعني يقدر يتكلم
ده بقى ليه عقوبه. الولد عايزين نعرف من حضرتك العقوبات علشان كل اللي بيشاهدونا دلوقتي يطمنوا اللي تم اختطاف ابنائهم، وايضا اللي الشيطان بيوزدهم كده يعرفوا ان في يعني اجراءات حاسمه وعقوبات في حساب في غايه الشده ومش هيتسابوا. يعني القانون تبدا العقوبه لمن غيرت او غير مولودا صغيرا الممرضة غير مميز مثلا، تمام. اي شخص يثبت يثبت انه قد غيره، تمام، بيعاقب بالسجن لمده 7 سنوات. هي دي جنايه، تمام. الجنايه اللي عقوبتها اللي فوق 3 سنوات، لكن دي ما فيش استئناف ولا لا في اي الجنايه، الجنايه خلاص ما فيهاش استئناف، خلاص ما فيش. اللي فيه استئناف الجنايه اجراء حاسم محاكمه خلاص امام محكمه مختصه بالجنايات، بتحاكم الشخص اللي ارتكب الجريمه. لو ثبتت عليه التهمه، تمام، انتهى الامر كده بالنسبه له. اللي غير طفل رضيع 7 سنوات سجن بحده الادنى. لو بعد كده الخطف ده لطفل اكبر من كده شويه وكانت انثى وبالاحتيال احتال، قال لها مثلا تعالي امك في المكان الفلاني، المراوغه، ابوك الحيله، احتيال يعني استخدام افكار شيطانيه، اي حيله من الحيل او طريقه من الطرق عشان يستدرجها او تمشي معاه البنت، بيبقى العقوبه 10 سنوات. في ظاهره برضه 10 سنوات استاذ اشرف، انها ظاهره اليوم دول برضه عايزين يبقى فيها توعيه للمواطن، اللي هي ظاهره التسول. ان بتلاقي شباب او ستات او رجال، ناس بيتسولوا ان هم باين عليهم الفقر وباين عليهم الحاله الرديئه وماشيين في الشارع، ان هم بيطلبوا كانهم بيطلبوا. احنا طبعا بس استاذ مصطفى هنكمل الخطف الاول لان مهم ما هو جدا في موضوع الخطف، وبعدين نقول ما هو ان معظم الاطفال اللي في الشوارع اللي معظمهم اطفال اللي هم بيتسولوا، مش الكبار قله قليله، ودول انعدمت عندهم المروءه والرجوله. هي انا مش بتكلم في حته التسول استاذ اشرف، انا بتكلم في حته ان هو بيعمل متسول، ولما تتيح ليه الفرصه ان هو يلاقي طفل قدامه وبيخطفه. فنقدر ازاي ان احنا يعني، انا شفت في بلاد عملت ممنوع على مدخل البلد كده، ممنوع دخول المتسولين، بحيث ان هو ما يتحلوش الفرصه ان هو ياخد طفل. المتسول ده ما بيبقاش داخل ياخد يشحت او داخل يطلب حسنه، لا ده بيبقى داخل عشان يخطف اطفال، بيبقى عامل ان هو متسول حيله عشان عشان حيله ان هو يخطف بيها. اللي بيحتال، الشخص اللي بيحتال ده بيتوقع العقوبه اذا اقترن بجناية، اذا اقترن بجريمه هتك عرض او بجريمه اعتداء على انثى، بيتحول الى الاعدام. احنا عايزين توضيح، بتوصل لغايه توعية. احنا عايزين توعيه او توضيح للموضوع ده، ازاي المواطن او الاب او الام او الاخ ان هو يقدر يعمل ايه عشان يمنع موضوع التسول الكلام ده كله. انت عايز ايه الاجراءات اللي هتتم اللي احنا نمنعها عشان نمنع موضوع اللي هم موضوع خطف الاطفال ده المتسولين اللي بيخشوا البلد عن طريق ان هم بيتسولوا وطالبين حاجه، الكلام ده كله نقدر نعمل ايه؟ طيب، عشان نوعي الاب احنا والأم. مبدئيا عشان ناخدها خطوه خطوه، بنقول ان احنا اسباب المشكله ايه؟ قلنا اسباب المشكله ان هو الخطف بقصد، بيع اعضائهم اللي هي ظهرت حديثا، ودي اللي موجوده حاليا، استخدامهم في التسول، استخدامهم في اعمال منافيه للاداب او في الدعاره او في غيره. تمام يا استاذ اشرف، بعتذر لحضرتك. معانا استاذ محمد ابو ستيت، طبعا الصحفي بجريده البوابه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. تحياتي لضيوفك الكرام. اهلا بيك وحضرتك، مشرفنا النهارده بمكالمتك، وكنا عايزين نعرف حضرتك من وجهه نظرك كصحفي واعلامي، كيف بيتناول وبيتم التناول هذه القضيه المهمه جدا واللي عماله تتفاقم وتنتشر يوم بعد يوم في المجتمع المصري بصوره خاصه والمجتمع والوطن العربي بصوره عامه. قضايا خطف بشكل عام هي قضايا مهمه لها منظور كبير، لازم الامن يكثف جهوده في الفتره اللي جايه على القضايا دي. لكن في بعض الاشخاص بيدعوا ان هم خطفوا، خدوها غريزه جديده ان هم يقولوا ان هم مخطوفين. احنا عندنا في المنوفيه على سبيل المثال اكثر من 5 قضايا خلال الاسبوع اللي فات ادعوا ان هم مخطوفين. اخرها قضيه امبارح كشفت التحريات ان الموضوع مش خطف ولا حاجه، هي بعتت لاسرتها رساله على التليفون بتقول انها اتخطفت في تاكسي، لكن طلع الحقيقه غير كده خالص، وان طلع انها مشاكل اسريه. اغلب القضايا اللي في الفتره اللي فاتت بتطلع انها مشاكل اسريه، والداخليه بعد كده بتكتشف انها بلاغات وهميه. لكن ده برضو ما ينفيش ان في مشاكل كبيره جدا في الخطف، ولازم يكون في الايام اللي جايه تكثيف، تطوير للقانون، تعديل للقانون، تكثيف وتغليظ العقوبات. تمام.
تمام؟ معايير. مع أكيد حضرتك في أستاذ محمد. خبراء أمنيين تمام ورجال قانون يتكلموا في تكثيف العقوبات، عندنا برلمان جاي خلال أيام مظبوط. يتكلم على تكثيف عقوبات للخطف. بنشكر حضرتك جدا استاذ محمد ابو ستيت، وطبعا ان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك اكدت دلوقتي ان فعلا في خلال الايام بيتم ان شاء الله الاعداد لمجلس النواب، وان شاء الله باذن الله يعني من مكاننا بنناشد كل المسؤولين بتغليظ فعلا عقوبات من يثبت قانونيا ان هو خطف طفلة أو طفلة، أو لما نتأكد فعلا يبقى فيه تغليظ مشدد جدا في العقوبات. استاذ اشرف يعني حضرتك هو الاستاذ محمد مشكور هتعقب على استاذ محمد بس على ان بيتكلم بيقول ان في بعض الناس بتحتال او بتحاول لفت الانتباه عن طريق ان هو بيقولوا لاهاليهم ان احنا اتخطفنا، انما القانون عندنا هنا اصلا القانون القائم الحالي القانون رقم 5 لسنه 2018 انا احسبه ان القانون رادع، يعني بيبدا من 7 سنوات للي غير طفل، بيبدا ل 10 سنوات للي استخدم طريقه احتياليه، 15 سنه اللي اقترن بجريمه اعدام اذا حصل انتهاك لعرض فتاة يعني تم أو بالفعل تغليظ العقوبات. ايوه تم ده معدل في 2018 البرلمان اللي فات يعني اللي هو تمام. لسه منتهي ولايه حضرتك بتطمنا ان ده موضوع من ايه؟ ما اظنش ان هيتم تعديل حاجه زي كده تاني، لكن ممكن وضع اليات اخرى اليات لان ازاي ان انا اكتشف الجريمه او احد من وقوع الجريمه. هو بس فاتنا ان احنا نقول يعني لو حصل ان حد حصل عنده طفل اختفى او ظن انه اختطف يعمل ايه؟ عشان بس الاول قبل ما نطلع الناس على النقطه دي قبل ما نطلع على النقطه دي مع حضرتك هسألك يعني هل في عقوبه لمثلا لو في شاب واحده هربت او خرجت بارادتها وقالت انها اتخطفت وعملت تقسيط والناس قالت وخوفت الناس ودخلت الرعب في قلوبهم ان هو موضوع بلاغ كاذب، هل في عقوبه ليها ولا هي بتعمل الموضوع ده بمزاجها وترجع وقت ما هي عايزه خلاص عشان تخوف اهلها والكلام ده كله؟ بتعمل عشان تخوف اهلها. طيب في عقوبه لا. للموضوع ده نقدر تتعاقب عقوبة بحيث انها ما حدش يكررها تاني؟ للشخصيه دي كده ما فيش عقوبه. ازعاج للسلطات بيحصل الكلام ده. الاستاذ محمد بيقول لحضرتك في حالات 5 حالات. أيوة. كتير في المنوفيه ظهرت يعني الشهر اللي فات ده في 5 حالات ظهرت في المنوفيه. المنوفيه يعني بالذات؟ والله عشان هو صعب هناك يعني؟ طيب هي المقصود حضرتك ايه؟ هنا البنت بتكذب على اهلها، البلاغ الكاذب هنا ما بيتحققش في حقها هي لان هي ما عملتش حاجه ضد شخص معين، لان لو هي اتهمت شخص معين قالت ان فلان خطفني وثبت انه ما خطفش من حق الشخص اللي هو اتهم ان هو ان هو يرفع دعوى او يعمل بلاغ جريمه البلاغ الكاذب. البلاغ الكاذب اللي هي لا عقوبه ان هي شهرت بيه ان بلاغ كاذب لان هي ادت بحاجات في محاضر رسميه او في اوراق رسميه او كذا مما اضر بسمعته فتعاقب جنائيا وتعاقب مدنيا. عايزين نطمن من حضرتك ما هي العقوبه المشدده لهذه الفتاه او الاعدام اللي هي لمن بتتهم اللي هي بتتهم ان احد الاشخاص تم ان هو قام بخطفها وبيثبت ان هي لم يتم اختطافها بل ذهبت مع احد الاشخاص برغبتها ان هي تتجوز عرفي او تهرب من الاء او تفر يعني اي مشكله. القانون ما بيعاقبش الشخص اللي بيكذب في النقطه دي لكن بيعاقب الشخص اللي تم الكذب عليه او تم اتهامه كذبا بهذا الامر، ده بيبقى جرح البلاغ الكاذب اللي هي عقوبتها من الغرامه حتى الحبس لمده 3 سنوات عقوبه الجنحه العاديه يعني، وفي الغالب العام يعني بتبقى غرامه او عقوبه اشهر قليله يعني القضاه بيتساهلوا فيها ما اعرفش ليه. لكن فيما يخص عقوبه المختطف نفسه هي ده اللي احنا عايزين نقوله عشان الاهل يطمئنوا على ان لو حصل وحد فكر يخطف او الشخص اللي هو بتسول له نفسه انه يخطف هيطلب فديه هيطلب مش عارف ايه يعلم ان هو سيقع حده الادنى في 7 سنوات ده اللي الى الاعدام. ده تمام اللي حضرتك الاعدام بتتكلم عليه ان احنا نقدر لو في حاله حصلت زي دي انا ليه ما اجيبش الشخص ده واقول ان هو حصل فيه كذا احاكمه محاكمه علنيه اقول عنه ان هو بسبب الجرم بتاعه ان انا ابدا ادي اللي يفكر ان هو يعمل حاجه زي دي ان انا اخوفه من حاجه زي دي اعرفه ان في عقاب. ده كلام مظبوط. احنا المحاكمات عندنا علنيه لكن مش محاكمات التنفيذ العقوبات مش علني. المحاكمه علنيه ازاي؟ يعني انت لو رحت اي محكمه هتلاقي فيه شخص بيحاكم تمام، لكن اما يجي ينفذ فيه حكم الاعدام بينفذ في اماكن معده لذلك في السجون فما بتعرفش انت ايه هو بيتسجن وهو موجود في السجن او بيعدم شنقا في موجود في السجن فهتعرف انت
هو هتعرف ان في يوم ده السجن بيرفع رايه سوداء ان في عقوبه بتتم، لكن مين اللي تم تنفيذ حاله اعدام بس مين ما تعرفش. فاحنا عايزين اللي هو لو خبر ينزل رسمي عن وزاره التحليه ان هو ينزل ان هو تم عقوبه، تم تنفيذ حكم الاعدام في فلان الفلاني بصفته ان هو خطف، بعقوبته ان هو عشان خطف وعمل وسوى، يبقى انا كده بقول للناس ان انا فعلا ده خطف فانا حاسبته وعاقبته. يعني مداخله، مداخله من حضرتك، ويكون في اجراء في وقت بسيط، ما اديش الموضوع ان هو ياخد سنه واثنين على ما يتفاكر. كلمه اخيره يا استاذ اشرف، عشان بالاسف الوقت مع حضرتك مع حضراتكم حلو جدا والوقت داهمنا بالفعل، كلمه اخيره علشان الوقت داهمنا. عايز اقول إن الناس ما تخافش على اولادها قوي، في عندهم احنا اجراءات الدوله عاملاها في القوانين، لو حد ضاع منه ابنه او ظن انه اختطف فعليه ان هو في بعد خلال 48 ساعه بيتقدم بشكوى او بيعمل محضر في اسم الشرطه، وبعد كده بينتظر عشان يتم الامر. في ايضا رقم 16000 لنجدة الطفل، 16000 يتصل وبيبين له الموضوع سواء كان طفل مختطف او طفل متسول. ده مش قبل 24 ساعه، لا قبل 48 ساعه، عشان حتى ممكن الطفل يكون تايه في مكان عشان يلاقوه. تمام استاذ اشرف، يعني اتشرفنا بحضرتك استاذ اشرف محمد دره المحامي بالنقد والمحاكم الدستوريه العليا، وطبعا بشكر زميلي استاذ مصطفى عبد الله، وان شاء الله باذن الله بنوعدكم مشاهدينا الكرام في حلقات متنوعه ومتعدده، وان شاء الله باذن الله نتمنى نكون نولنا حسن متابعتكم، وباذن الله ان شاء الله تنتظروا مفاجات كل حلقه. في امان الله، دينا حمدي، مصطفى عبد الله.